رحيم، مصطفى سيد. اتمنى ان شاء الله باذن الله احد ان المنتخب يفوز النهارده بنتيجه كويسه، اتوقع 2-0 ان شاء الله. اتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المباراه القادمه، عايزين مستوى احسن من كده، واحنا مستوانا افضل من كده الطبيعي، ولكن ان شاء الله خير باذن الله احد. اتمنى التوفيق للكابتن محمد قطب ابو جبل، اخ وصديق عزيز، ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يوفقه في المباراه القادمه، وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله. مصطفى حسن محمد جودة، ابن عمة محمد أبو جبل. أتمنى للمنتخب النهاردة أن يفوز ويرفع رأسنا إن شاء الله. سألتك إيه للكابتن محمد أبو جبل؟ أتمنى أن يبقى بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الراضي حسنين من قرية الوسطى، وهذه القرية على إحدى ضفاف النيل وفيها نسبة لعيبة كبيرة، وهي دائما بتفرخ لجميع أندية أسيوط لعيبة، وفيها برضو ناس قبل كده سواء لعبت في أي أندية كبيرة في منتخب أسيوط. بالنسبة لمحمد أبو جبل برضو من ابن القرية، وإنسان على خلق، وراجل كان أسهري ومحترم، وفضل والديه اللي وصلوه لهذه المكانة، وراجل برضو قامته طويلة وعنده أساسيات، ونتمنى كلنا بإذن الله يشرف قريتنا ويشرف محافظة أسيوط، وبإذن الله هيتوفق. ومن ناحية المنتخب، يعني إذا كان محمد صلاح اتأثر في حاجات، وإذا كان تعبان في حاجة، في من عناصر محترمة، وربنا بس يجيل أبو تريكة، يا ريت يبصوا للقامة اللي زي أبو تريكة والحاجات زي دي، ويلعب الكرة من تحت كده لفوق، ونشوف. نتمنى المنتخب المصري بإذن الله يفوز، وأمنياتنا ليه بإذن الله يوصل حتى يحقق يخش دور الأربعة بس كده بالنسبة لي، وبالتوفيق كده للكابتن محمد أبو جبل بإذن الله، برضو حارس محترم وفي المنتخب المصري شرف وعنده ثقة، وبرضو الكابتن الحضري اداله برضو ثقة كبيرة في حراسة المرمى، وتوقعاته بالنسبة للبلنتات عنده نظرة ثاقبة كده، بيشوف رجل اللاعب متوجه فين، وهو سبحان الله يعني ربنا مديله قامة ويدين جامدين، وبإذن الله هيصده بإذن الله، وهيوفقنا بإذن الله، وبالتوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر وبالفوز بإذن الله.